زنطالة عندي اشرح هلا اشرح ما اشرح لا نعدوني احسن هلا دهتوني بالعوطة هلا هي دقيقتين وفكت يا عرب لا كي دقيقتين دوما تغلي المي او دقيقتين تاكل جوعان بتاكل جوعان ما بدي اكل نشرب شاي صرفني خلص عندي لا عندي لا والله عندي شعب لا والله عندي بدي حط الشاي عنا يا حبيبي حطيه خلص اهلا وسهلا اهلا وسهلا جابوس العوده صحيح سيد عرفك صرت تاخذنا سلنجو اي قصدي سليم ابن حمايه فرق افوكاتا بعد لا روح من هنا عند استاذ يا شباب القصة وما فيها اني مرشح حالي للانتخابات اي شو علا يلا بابا عادي عفرم عليك والله مرشح حالك طلع هلا المطلوب منكم انه تعلقوا لي هاللافتات بشوارع الضيعة صعب شيء شو الصعب فيها والحشا لعبي لك السجر كله شراطيط شراطيط استاذ فهني برنامج انتخابي حكي بدري طبعا فا وجايب 50-60 نسخة لتوزعون على أهالي الضيعة استاذ انت كم برنامج عامل يعني؟ استاذ مرشح نعم ما هو موقفك من العمال والفلاحين؟ حبايب قلبي ما أنا مرشح حالي عن العمال والفلاحين ومن المرأة؟ ومن المرأة المرأة نصف المجتمع موقفي واضح رائع